لسه مكملين في سلسلة الحلم، السكريات والدوبامين وكل هرمونات السعادة اللي في الدنيا. الأكلة دي كل اللي كان بيقابلني بيقول لي لو رايح تايلاند لو لقيتها في أي حتة أقف وكلها، جرب على طول ما تستناش. دي بانكيك بالمول. هما بيعملوها بطريقه مختلفه. زي ما شفتوا في الفيديو هو بيبقى عنده عجينه بيفردها وبيقوم ضارب بيضه مع موس كده متقطع وبينزلها في كميه زيت مهوله ويقوم قافل عليها ويحمرها من ناحيتين، وبعد ما تبقى كريسبي كده وجميله يقوم مطلعينها ومقطعينها وحاطين عليها حليب مكثف. فانا هدوق، كل الناس بتقول لي لازم تجربها، فانا قلت اجربها معاكم بما انه يوم الحلو بالنسبه لي. بس هي سخنه نار. ملهاش حل، طعمها حلو قوي 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 قوي. الموز والبيض واللبن المكثف مديه عامل موازنه كده ما بين طعم الموز والبيض واللبن، ملوش حل. كانك واخد فطيره كده، بس فطيره بالايه، بالسمنه والسكر والموز من جوه كده لما استوى وداب. بصراحه تستاهل التجربه وتستاهل الفلوس، سعرها تقريبا 50 بات. برضو الاكل لسه ما خلصش وانا بضحي بقولوني عشانكم، استنوني في المكان الجاي.